نعم بسمع. عم تسمعني؟ ليك يا احمد، نحن في عنا بلاغ الله يرضى عليك. ان شو مركب على السطوح عندك؟ شو ما عم بسمع؟ لا اله الا الله يا احمد. ما في عندي تغطية. ما عندك تخت؟ طيب قعد لي بمكان فيه تغطية الله يرضى عليك، لانه الموضوع مهم، ما بدنا نبعد دورية سمعي ونشكل عن دورية النت، على الفاضي. احكي معك عن النت، احكي معي عن النت. ما عندنا نت حبيبي، نحن هون قسم الشرطة، شو نحكي معك عن النت؟ تفضل استاذي. استاذي شو يا احمد، انت شو مركب عندك على السطوح؟ هنا السطوح على السطوح انتين، في عنا انكشفنا في عنا لواح مركبة على السطوح عندك، وفي عنا بلاغات جايين من المخابرات الجوية. شو هدول اللواح اللي عندك على السطوح؟ ألواح اي شمسية. الواح شو هي؟ أستاذي ألواح شمسية. الواح شمسية. مشان شو هي الالواح الشمسية؟ مشان إيش؟ مشان كهرباء. دقيقة خليك معي الخط. الو اه حيدر، شوف لي هذا اللي اسمه احمد الالواح اللي عنده، ايه بعرف تواصل معي، تواصل معي المقدم علي، عم يقول انه في تشويش عم يصير المخابرات الجوية. نعم تمام. قديش صار لك مرتون يا احمد؟ الو جدو هنا فرع. تفضل الانصاري حبيبي، هنا فرع استاذ. الانصاري نعم الانصاري، قديش صار لك مرتبون؟ نعم قديش صار لك مركب هدول الالواح؟ صار لي شيء تقريبا 3 اشهر 4 اشهر. 3 شهور. ليش مالك، ليش مالك معلمنا فين؟ ما حدا، شو ما حدا يا حبيبي، لازم تخبرنا، ما بتعرف هالشيء؟ استاذي الاصلحه شو هاي استاذي حبيبي، شو هاي استاذي؟ ليتون انا استاذ مدرسه عم تخلي استاذي، انت ما بتعرف انه لازم تخبرنا بهذا الشيء؟ مين ليش؟ انا عرفت مين معي، انا ما عرفت مين معي. مات المقدم غسان من قسم الانصاري حبيبي. مين المقدم غسان من قسم الانصاري؟ غسان. غسان ايه؟ شو خصك غسان؟ شو لك؟ معك المقدم غسان؟ يعني شو غسان؟ شو يعني غسان؟ مو شغلتك غسان شو؟ مين يعني؟ مو شغلتك، بس اجي هلق على الفرع، بتعرف انا غسان شو؟ قاعد ما احكي معك بالسوق، شو هلا الواح المركبة عندك؟ مو طلع على الواح شمسية؟ الواح شمسية مشان شو؟ نعم؟ الواح شمسية مشان شو؟ كان كهرباء توليد طاقة كهربائية يعني؟ توليد لك؟ اه معناتها لما بسألك بتجاوبني على قد السؤال الله يرضى عليك. خليك معي الخط. قلت لك انا الواح شمسية. خليك معي الخط لشو، خليك معي. تفضل. الو يا حيدر، سجل عندك، الواح شمسية مرتبة من 3 4 شهور. أحمد نجار. آه وين حاطط البطاريات يا أحمد؟ عندي بالبيت. عندك في البيت؟ وين بالبيت؟ وين بالبيت يعني وين احطه؟ بالبيت حاططين؟ لك وين بدي نحطه غير بالبيت؟ يعني حاطهم بالصالون، حاطهم بغرفة النوم، لأنه هدول لهم مشاكل يا ابني. أكيد يعني مو بالصالون، أكيد مو بال يعني حمام، أكيد يعني عرفت؟ يعني وين حاطهم؟ قل لي شو؟ وين بالمطبخ هيك؟ بالمطبخ. تمام هلا تواصل مع تواصل مع علي وخبره. تمام ما في مشكله. وين بدي اتواصل؟ مو انت، مو انت عم بحكي مع شو اسمه. تمام يلا يلا حبيبي يلا، يلا مع السلامه. الو هاي يا احمد، ليك يا احمد هلا خنت، كان لازم تخبرنا، ولانه هذا الالواح اللي انت مركبه عامله تشويش على الاقمار الصناعيه، بتعرف هالشي ولا لا؟ مين مرتب لك اياهن؟ على الاقمار على الاقمار الصناعيه صار ضربه؟ نعم، مين مرتب لك اياهن؟ والله من البلد. من البلد؟ يعني واحد شغلته ولا مو شغلته؟ يعني اللي مرتب لك اياهن شغلته ولا ما شغلته؟ لانه هلا هو اذا بيركبوها بشكل خاطئ بتاثر على الاقمار الصناعيه حبيبي. لا وهي الاقمار الصناعيه مربوطه بامريكا، واجانا هلا اتصالات من المخابرات الجويه انه في مشكله على يا زلمة والله العظيم حرام
على الحزة واللزة فصل. خلصت المقلب معه وكشف آخر شيء، قال لي معناتها يا من هو الخبران. يا زلمة إلي عن عرض هالنت اللي عندي ده غيره خيو. يا يامين أخوك بيسلم عليك، لما قلت له إنه البطاريات بالتواليت قال إيه بالتواليت، قال معناتها سلمني على يامين هو مخبران. قلت له يامين بسلم عليك وشيله من التواليت خيو بيقول لك. وقلت له مقلب من يامين نجار وقال لي على راسي. لا بعرف بعرف، هو عارف إنه هو كني معي لحدا غيرك. حسبي الله ونعم الوكيل. كان بدي اياكم تشوفوا القفله، القفله كتير حلوه. يا حرام والمشكله ما يعني ما خش اسكر الوش، اسكر بوشه الخط.